أخواتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة أو على ذكر أن موعد تقديم الإقرار الضريبي قد وصل تقريبا إلى نهايته، لم يفضل إلا شهر تقريبا، فآخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي هو 30 شهر 4. سأتكلم عن كيفية عمل إقرار ضريبي مبسط بالنسبة للشركات القطرية 100% أكيد. لأذكر أنه كل الشركات بقطر، أي شركة أو كيفما كان نوع الرخصة، كانت منزلية أو عادية، فوجب تقديم الإقرار الضريبي، مع العلم أن القطري معفي من الضرائب 100%. فإذا بخصوص الشركات القطرية 100% تقدم الإقرار الضريبي وهذا إلزامي، وعدم تقديم الإقرار الضريبي يترتب عليه غرامات 500 ريال لكل يوم. فوجب التنبيه بهذه المسألة، لأنه كثير كثير من الناس يقولون أنه فقط أنه الشركة مثلا قطرية 100% قطرية ما لهاش ضرائب، فمش مهم يعني أنه نقدم على الإقرار، لكن إلزامي لكل الشركات المتواجدة بقطر سواء كانت معفاة أو لا من الضرائب. أما بالنسبة للشركات الغير قطرية 100%، أي أن في أجانب كملاك، فهنا يجب تقديم الإقرار الضريبي من مكسب معتمد بطبيعة الحال من دولة قطر، في حين أن الشركات زي ما قلت القطرية 100% ممكن عمل إقرار ضريبي مبسط. إذن نذهب إلى الموقع اللي هو ضريبة.gov.qa. ندخل، أنا حط بعد الدخول ندخل كشخصي، أنا حاليا دخلت حساب التوثيق الخاص بي. فعند دخولك إلى موقع ضريبة سيعطيك الشركات الموجودة على حسابك، أي أنك شريك أو مفوض بالتوقيع بالشركة. فهنا سأخذ شركة قطرية 100% حتى نعطي مثال. ندخل على الشركة، نذهب إلى الإقرارات والكشوفات الضريبية، تجد شيء اسمه الضريبة على الأرباح الرأسمالية عرض. هنا يعطيني الإقرارات الضريبية الموجودة، فكما تلاحظون أنه يعطيك السنة الضريبية وإن كانت معالجة أو لا. في حالة كانت تسديدات كتأخير أو أي شيء، يكون هون تم التسديد أو عدم التسديد. فنحن مهتمين بالضريبة على الدخل لسنة 2023. وهنا على الإجراءات نذهب إلى أول وحدة اللي هي التعديل، بدء الآن في البيانات الأساسية. أول شيء نختار الإقرار المبسط، ثاني شيء نختار الإيرادات السنوية. هنا سأتكلم عن الإقرار الضريبي المبسط، فيمكنك عمل إقرار بسيط على الإكسل. سأضع تحت أسفل الفيديو مثال لهذا الإقرار،
وكذلك بالنسبة للإعادة السنوية، في حال أنه لديك مثلا سجل تجاري أو شركة كانت منزلية أو غير قطرية 100%، ولم يكن هناك حركة علي طيلة السنة، أي مثلا أنا لدي سجل تجاري ولم أشتغل به كل السنة، أو لدي رخصة منزلية ولم أشتغل بالرخصة المنزلية كل السنة، فهنا أقدم الإقرار السنوي اللي هو صفر. لكن ملاحظة، عند تقديم إقرار ضريبي بصفر يجب إثبات أنه لم تكن هناك أي حركة، أي مثلا حساب بنكي لا توجد فيه حركة، أو كتاب من إدارة العمل أو الجوازات بأنه ليس عليك أي عمال ولا حركة. فهنا سأذهب على الإكسل، سأخذ مثال، هذا بس مثال توضيحي، فالملف ليس يعني كشركة، بس هو فقط توضيحي، اشتغلت عليه من قبل لأوضح لكم طريقة الإقرار المبسط. فالعملية جد بسيطة كما تلاحظون. هنا على الدخل الشهري أكتب المداخيل الشهرية التي لدي طيلة السنة، أي خلال 12 شهر، فكل شهر كم المداخيل لديك. هنا في حالتين اثنين، لديك فواتير أو لديك برنامج خاص بالفواتير، فيكون مسجل لديك كل شهر كم لديك بالضبط مبلغ، أو مثلا أنا أتاجر في شيء فالمبالغ ليست لدي فواتير أو تقريبي، يكون نعمل المبلغ لكل شهر هنا على الأجور. لو في عندي حدا على الشركة فأضع عدد العمال مثلا كل شهر كم الرواتب التي لدي كل شهر هنا على هذا الملف، والمصروفات، على المصروفات مثلا لدي الإيجار السنوي، لدي سكان عمال مثلا صفر، ليس لدي إيجار سنوي في حالة رخص المنزلية مثلا، رواتب كذلك ما دامت رخصة منزلية فأكيد صاحب الرخصة هو الذي يشتغل، ممكن جعلها بهذه الطريقة. في أخرى يمكن إضافة مثلا رسوم تجديد سجل الرخصة إلى آخره. بعد ذلك هنا في الإيرادات السنوية سيعطيك كم لديك إيرادات سنوية وكم لديك كمصروفات وصافي الأرباح، ففقط نحفظ السجل، نعمل له سيف، وبعد ذلك نرجع على الموقع الخاص بنا ونضع مثلا في هذه الحالة الأرباح أو الإيرادات السنوية عفوا 303,000. بعد ذلك أقر بأن المعلومات صحيحة والمركز الشركة في قطر. استمرار، هنا سأكتب التفاصيل كما كتبتها على الفايل الإكسل، إن كان لدي إيجار، رواتب، مصروفات عامة مثلا، وهنا سيعطيك كما تلاحظون الضريبة المستحقة صفر لأن الشركة 100% قطرية. ففقط شيء تاني أنه هنا في الإيرادات نضغط على هذه الأيقونة ونضيف الملف الذي عملنا له تسييف، عفوا نعمل له أبلود أو تحميل على السيستم الملف كما ترون. نفس الشيء بالنسبة للإيجارات، كما قلت لو نفس الملف، لو بس اتخذت هذا الملف كمرجع
وهو أذكر موجود أسفل الفيديو لتسهيل الطريقة فقط. نفس الشيء بالنسبة للمصروفات، فكلهم أدخل عليهم نفس الفايل. هذه الطريقة الأولى، سأتكلم حاليا عن الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هو أنه لديك حساب بنكي، وهي التي أفضل حاليا. لديك حساب بنكي، تذهب إلى البنك، تطلب منهم ستيتمنت خاصة بسنة كاملة، فتطلب من البنك كشف حساب خاص بسنة، وهنا تحمل على الإيرادات وعلى الكل عوض الفايل الإكسل فقط الكشف الحساب تبع السنة على الكل، وهنا تضع كم لديك، يعني هنا تضع كم لديك كإيراد سنوي. بعد ذلك هنا نضع الملف الخاص بالكشف الحسابات من غير ما نغير ولا شيء هون، يعني من غير أن نغير أي شيء هنا، لأنه الكل موجود على الفايل اللي هو كشف حساب تبع سنة كاملة للشركة. بعد ذلك استمرار، وهنا إن كان لديك وثائق داعمة، مثلا كما قلت لم تكن على لديك إيرادات و لديك بيان من إدارة العمل بأنه ليس لديك عمالة مثلا، ترفقها هون. فبعد الاستمرار سيعطيك ملخص على الأشياء التي دخلناها على السيستم، فقط كذلك بعد الاستمرار تكون قد قدمت الإقرار الضريبي، وستأتيك رسالة على تليفونك الخاص بأنه تم تقديم الإقرار الضريبي. بعد ذلك تقريبا بعد يوم واحد ستجد هنا على الإشعارات فاتورة خاصة بإقرار ضريبي التي تؤكد استلام الإقرار الخاص بالضريبة على الدخل لهذه السنة. وشكرا لكم.